السوداني هذه المرة من أديس أبابا. أرحب برئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز. مرحبا أستاذ أشرف. أبدأ من عندك، أخبار متواترة خاصة بعض المواقع تحديدا موقع الأناضول عن حراك سياسي تستضيفه أديس أبابا، لقاء للحرية والتغيير أو الأحزاب التي وقعت الإطاري، ولقاء آخر كما ورد من أنباء للأحزاب التي كانت ترفض ومعها الحركات المسلحة. هل من عندك أي معلومات عن طبيعة هذا اللقاء وفي أي خانة سيصب؟ من الواضح أن هنالك حراك محموم في أديس أبابا هذه الأيام، ولعله من الشهر الفائت كانت هنالك زيارة لقوى الحرية والتغيير بوفد استطاع لقاء بأحمد رئيس الحكومة الأثيوبية، ومن ثم بدأت تتوالى بعد ذلك هذه التحركات. علمنا مؤخرا أن هنالك أيضا وفدا من الكتلة الديمقراطية هو هذه الأيام قد زار أديس وعاد مرة أخرى إلى القاهرة، وأيضا هنالك بعض قيادات المطور الوطني لمحناها أيضا تتجول في وسط أديس أبابا. واضح أن هذا اللقاء هو من المفترض أن ينظمه الاتحاد الإفريقي أو الإيجاد، وهذا ينظمه الإيجاد هذا اللقاء من المفترض. نعم أستاذ أشرف. ولكن حتى الآن لا تتضح الرؤية بشكل واضح تجاهه. نعم يعني هل من ملامح ماذا يريد هذا اللقاء أن يخدم؟ الآن لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. واقعيا تصورات المرحلة المقبلة أو العملية السياسية، ربما البعض يرى أنها من المبكر ربما أي تحرك، البعض الآخر لا ينبغي الاستعداد أو عمل شيء على الأقل يكون جاهز. هو بالتأكيد هنالك خلاف حول الترتيبات الأساسية، خاصة أن قوى الحرية والتغيير قالت بشكل واضح عبر الناطق الرسمي باسمها السيد ياسر عرمان، قالت بوضوح أنها لن توافق على مشاركة حزب المؤتمر الوطني أو المعتدلين من الإسلاميين في هذا اللقاء، باعتبار أنهم هم من خربوا ودمروا السودان وهم من أشعلوا هذه الحرب. فبالتأكيد هنالك خلافات حول الترتيبات فيما يتعلق بشأن هذا اللقاء. إذن حتى الآن ليست هنالك معلومات تفصيلية، هنالك اجتهادات فقط وهنالك تصريحات هي فقط أغلبيتها تستنكر مسألة مشاركة المؤتمر الوطني أو الإسلاميين المعتدلين في هذا اللقاء. نعم أعود بك إلى الخرطوم. الخرطوم بمدنها الثلاث معارك شرسة ربما منذ أسبوع، حضور واضح للجيش الذي بات في موقع الهجوم والدعم السريع في موقع الدفاع أو الصد، والمفاوضات متوقفة. هل نتوقع أن تغير هذه المعارك شيئا، والجيش يمكن أن يعود إلى التفاوض بعد تحقيق ربما نقاط محددة يفاوض بها على الطاولة؟ واضح جدا أن الجيش اختار بعض المناطق وتموضع فيها، المناطق هي المدرعات والمهندسين ووادي سيدنا، والآن يريد أيضا أن يقوم بهجوم يستطيع فيه تحقيق بعض الانتصارات حتى يعود مجددا للمفاوضات وهو أغوى، خاصة بعد أن سحب وفده. ولكن في تقديري استمرار هذه الحرب بهذه الوتيرة من شأن إنهاك الطرفين وإضعافهم، وبالتالي سيعودون إلى التفاوض إذا تم إنهاك القوة التي يعني القوة التي سواء كانت في الدعم السريع أو سواء كانت قوة الجيش، فهي هذا يعني أنهم سيعودون مرة أخرى إلى التفاوض، ولكن سيظل المتضرر الأكبر بإطالة أمد هذه الحرب هو المواطن السوداني. ولعل الآن الأمور باتت واضحة، ولعل التضرر بات بشكل واضح خاصة في دارفور وليس في الخرطوم وحده. يعني كيف تقرأ استراتيجية الجيش؟ كأنما يقول أن الحسم أو ربما عامل على هذا الوقت استراتيجية النفس الطويل، وبدأ في المقابل الآن قوات الدعم السريع في حالة دفاع، الجيش يعمل على قطع خطوط الإمداد، لن يؤثر ذلك وربما يحدث مفاجأة على أرض المعركة بمعنى الانهيار أو ربما التزحزح بشكل كامل أو ملحوظ؟ يعني من خلال المتابعات واضح جدا أن المعارك ما زالت هي معارك كر وفر، وبالتالي لا تستطيع أن تحدد في معارك العصابات التي تسير بهذه الصورة بأنه من الذي ينتصر. ولكن الخطورة تظل فيما أقول إنه إطالة أمد هذه الحرب سيؤثر على السودان، على اقتصاده وعلى الوضع الصحي، وكذلك سيفاقم المسائل المتعلقة به كثير من الإشكالات التي تعاني منها البلاد، وسيدمر البنى التحتية. وحتى الآن ليس هنالك منتصرا وليس هنالك من استطاع تحقيق أهدافه التي غطى عنها وسيحققها خلال ساعات
أو ربما أسابيع. الجيش قال ذلك والدعم السريع أيضا كان قد قال ذلك. الكل لم يسيطر الآن على هذه المعركة بشكل نهائي ويخرج فيها منتصرا، وبالتالي يظل الشعب السوداني هو المتضرر، وبالتالي يكون موقف لا للحرب هو موقف موضوعي وأساسي ينبغي على الجميع أن يتبناه حتى تتوقف هذه الحرب اللعينة والعبثية التي دمرت البلاد والتي أودتها إلى هذه المهالك السحيقة. نعم، الجيش بدأ يسجل حضورا في دارفور أستاذ أشرف، زالنجي وكتم ومعارك، ماذا ستضيف يعني في ترمومتر المعارك عموما، وماذا يمكن أن تحقق للجيش؟ هو بالتأكيد هذا التطور مهم وضروري في ناحية استراتيجية الحرب بالنسبة للجيش، خاصة وأن هنالك مظل رفعت عقيرتها في وقت السابق من قبل المواطنين في دارفور بأن الجيش لم يقم بحمايتهم بالشكل الكافي. الآن تحرك الجيش في هذا الإطار هو يحمد له وهو مسألة موجبة، ولكن استمرار الاقتتال في دارفور أيضا نفسه ونفس الاستمرار القتال في الخرطوم، لأن هنالك الآن إشكالات بدأت تطرأ فيما يتعلق بالصراع بين القبائل نفسها، حتى القبائل المؤيدة للدعم السريع الآن هنالك قتال بين السلامات وبين بني هلبة، وهذا القتال بالتأكيد له تأثيرات وبعض المسببات. هنالك من يرى أن ورائها الدعم السريع، هنالك من يرى أن ورائها الاستخبارات العسكرية. إذن كل هذه المعارك التي تمتد من الخرطوم تتصل بكل الولايات الأخرى، وهذا بشأنه أن يؤثر على حياة السودان ويربك المشهد بشكل كاف لما يجعل هذا السودان أنه بلدا مدمرا وأنه انتهى تماما. على الجميع أن يتعقل وأن يذهب إلى التفاوض، ومن بعد ذلك سيكون هنالك أوضاع أفضل مهما كان الخراب والدمار. كيف تنظر إلى البعد الإقليمي والعالمي أستاذ أشرف، الذي يبدو أن صوته أصبح خافتا، لم نشهد حتى دعوات أو نداءات أو تلويح ربما في شكل ضغط بفرض عقوبات مثلا، كيف تفسر ذلك؟ ربما الوسطاء رأوا أن استراتيجيات الطرفين المتحاربين هي واضحة جدا، الكل يريد أن ينتصر ويحقق انتصارا عسكريا، ومن ثم يقول أنه يقدم تنازلات من أجل التفاوض بعد أن يسيطر بالشكل الكامل. الجيش يريد ذلك والدعم السريع أيضا، فبالتالي يعني كما نقول بالدارج السوداني ضربوا طناش وأصبحوا لا ينظرون إليهم وينتظرونهم حتى ينهكوا قوتهم بشكل كامل، ومن ثم سيعودون إلى التفاوض كما حدث في كثير من الأزمات السودانية السابقة التي دائما تكون مع ملاحظة أن الدعم السريع أصبح يجرم ربما من المنظومة الأممية وأيضا من بعض الجهات والمنظمات الحقوقية، إلى أي مدى ذلك مهم؟ لا بالتأكيد فيما يتعلق بالمعركة السياسية والمعركة الشرعية وفيما يتعلق بأن الدعم السريع ارتكب مخالفات بدأ يخسر كثيرا في هذا الجانب، وهذا لا يعني أن الجيش أيضا حقق انتصارات كبيرة فيما يتعلق بالواقع الميداني. إذن المسألة متكافئة، هنالك من انتصر في الجانب الميداني وتقلقل بشكل أكبر كما قوات الدعم السريع التي يحاول الجيش الآن الهجوم عليها بعد فترة طويلة من الدفاع، والآن أيضا الدعم السريع يرى أنه أن هذه الاتهامات يمكن أن يدافع عنها وأنه مستعد لمقابلة أي تحقيقات يمكن أن يجريها المجتمع الدولي، وفي ذلك نوع من الاستسهال فيما يتعلق بالأزمة التي يواجهها. إذن لا نستطيع أن نحسب هذا الجدل فيما يتعلق بهذا الجانب، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن الدعم السريع ارتكب انتهاكات واسعة فيما يتعلق بالمواطنين ونهب كثير من ممتلكاتهم، وهذا يحتاج إلى شجاعة من الدعم السريع حتى يثبت العكس. من أديس أبابا رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز، شكرا على كل هذه القراءات.